انطلقت فعاليات معرض ارت سبيس للفنون المعاصره في مدينه العالمين الجديده. ده بيعتبر طبعا اول معرض دولي للفنون التشكيليه والمعاصره بيتعمل في المدينه. هذا المعرض بيشارك فيه مجموعه كبيره من كبار الفنانين من 12 دوله مختلفه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن المعرض والمشاركات فيه. معانا على التليفون الاستاذ محمد حميده، منظم فعاليات معرض ارت سبيس بالعالمين الجديده. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. خلينا بدايه نتعرف تفاصيل الفعاليات اللي بيشمل عليها معرض ارت سبيس في العالمين الجديده. مهرجان او معرض ارت سبيس العالمين الجديده ده معرض فنون تشكيليه، زي ما قال زميل حضرتك المحترم ان ده اول فعاليه دوليه تتعمل على ارض العالمين الجديده. طبعا في مكان مميز جدا، الخلفيه بتاعت المعرض كانت الابراج العالمين المشهوره، الجهه الثانيه من المعرض البحر، بحر العالمين. فكان المعرض ناجح من اول ما اتحطت الاعمال، ان المساحه رهيبه قوي زي ما حضرتك شايف في الصور. الفنانين المشاركين يعني عملوا كميه صور وشير للمعرض امبارح في كل الدول المشاركه. يعني المعرض ده اتشاف على صفحات الفنانين التشكيليين في امريكا، في روسيا، في تركيا. ده حاجه تسويق جميل جدا للمعرض، وان شاء الله هيتكرر السنه الجايه باقوى، يعني باقوى واستعداد اكتر من كده. عظيم جدا يا فندم. الدول المشاركه، ايه ابرز الدول المشاركه ومدته قد ايه؟ عندنا السعوديه والاردن وفلسطين طبعا، وامريكا وروسيا واوكرانيا وصربيا. وعندنا فنانين من الوان مختلفه كمان، الوان مختلفه ولغات مختلفه وثقافات مختلفه. برضك الاعمال المعروضه لاول مره يبقى في معرض الاعمال النحت، اللي هي المجسمات الضخمه، يعني مش مجرد اعمال صغيره او لوحات، لا ده في اعمال انستليشن ارت محطوط في الارض المعرض. الاعمال بالذات دي ما احنا جبناها عشان تناسب جو العالمين، واحنا بنقول برضك ان ممكن العالمين يتحط فيها الاعمال التشكيليه النحت دي، يتحسن بيها الصوره البصريه والذهنيه للمدينه. فنسيبها يعني في المدينه اقصد بعد انتهاء هذا المعرض؟ والله ما حدش عرض علينا من الجهاز التنميه العالمين او اي جهه لو طلبت. احنا تبقى طبعا فكره كويسه جدا لو في تواصل ما بينكم وما بين جهاز مدينه العالمين لوضع هذه الاعمال لتزين مدينه العالمين، خصوصا انه تم اختيار هذه الاعمال مناسبه كمان للاجواء مدينه العالمين بشكل عام. برافو عليك، برافو عليك، هو صح كلام حضرتك صح. لو حد تواصل معنا احنا مش ما عندناش اي مانع، احنا لازم نساهم طبعا مع جانب، يعني زي ما بيقولوا لما بتقول القياده السياسيه ان لازم يبقى في يعني مشاركه القطاع الخاص بالتنميه، واحنا بنمد ايدينا للجهات الحكوميه وتحت امرهم. اكيد. المعرض المفروض ان هو هيقعد كام يوم؟ هيستمر لمده 10 ايام. احنا طبعا يعتبر في نهايه السنه العالمين، مهرجان العالمين، فاحنا المفروض ان احنا نبدا السنه الجايه قبل كده بكتير، نبدا من بدايه الموسم بعدد اكبر من الفنانين، بعدد اكبر من الاعمال، وهيبقى في كمان ورش عمل، هيبقى الفنانين معظم الفنانين حتى بتوع بره مصر هيجوا يحضروا ويشاركوا عشان يبقى في تفاعل قوي للمعرض. اكيد. فكره امكانيه تنظيم، يعني مش عارفه بقى نقولها ازاي، معرض بس بنبتدي بالفكره من وهي لسه مواد خام لغايه ما نوصل للشكل النهائي، معتقد ان ده ممكن حاجه زي كده تتنفذ بحيث ان احنا نقدر نعمل ترويج اكبر لفكره الفنون التشكيليه دي، بالاضافه كمان لفكره الترويج السياحي، نقدر نعمل حاجتين في نفس الوقت؟ هو دايما انا بنظم الفعاليات دي في الغردقه وفي شرم الشيخ على طول وفي الاقصر واسوان. بركز على ان انا اربط المقاصد السياحيه لمصر للفنون بالفنون. يعني لما بجيب فنان من امريكا او من ايطاليا او من اسبانيا ويشارك عندي في فعاليه، فده اكبر تنشيط سياحي طبعا لمصر عن طريق الفن والثقافه، او عن طريق لو عملنا معرض حتشبسوت في جوه معبد حتشبسوت او معرض الملك في حتشبسوت، كان برضك تسويق للمعبد عن طريق الفنانات التشكيليات، لانه كان من خلال مهرجان المراه العالمي للفنون كان تسويق للفن للمكان المقصد السياحي عن طريق الفنانات والفنانين. العالمين انا اعتقد ان دلوقتي مثلا من حوالي 4 ايام والفنانين بيشيروا صورهم
والبوستر العالمين ان هو معرضهم في العالمين ده تسويق سياحي لمدينه العالمين الجديده. عظيم. طيب استاذ محمد، ازاي تم اختيار المشاركين من مصر؟ يعني هل هم محترفين ولا في فرصه للطلبه؟ طبعا كلهم مميزين واساتذه جامعه. عندنا اساتذه جامعه من اسكندريه، من جامعه فنون جميله الاقصر اسوان، اساتذه جامعه من عظيم جدا. كنت بسال حضرتك بس هل كان في فرصه لمشاركه الطلبه، طلبه الفنون التشكيليه، بحيث ان هم يكتسبوا الخبرات؟ كان عندنا طبعا مش طلبه، هم جيل يعني شباب صغير يعني لسه بادئ في تجاربه الفنيه، فبنديله فرصه الاحتكاك مع الفنانين الكبار، بيستفادوا ويفيدوا منه، بيستفادوا ويفيدوه، وهو كمان بيفيد يعني برضك الفنان حتى لو شاب صغير، ده بالعكس ممكن يكون اقوى. اكيد الافكار بتبقى اجدد، ويمكن بيبقى عندهم القدره اكتر على انهم يتحرروا من القوالب، ويبقى عندهم افكار يعني مجدده اكتر. كل الشكر لمحمد حميده منظم فعاليات معرض ارت سبيس بالعالمين الجديده، شكرا جزيلا ليك.